معانا على التليفون دكتور فخري عثمان رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق. ألو. ألو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا مساء الفهد. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. سؤال بس، لأن الناس بتسأل إنه تحليل الدي إن إيه يعني بيطلع في خلال أسبوع، ما ينفعش يطلع في خلال يوم، فعايزين حضرتك تردنا بس على التساؤلات دي. لا طبعا الفحوصات ما تقومش لو اسبوع ولا يوم، الحاجه دي بتسال تبقى ساعات يمكن كتيره شويه او قليله شويه. ايوه. اذا كان العينات موجوده متوافره والكيس واللي هي المعمل جاهز وكل حاجه. اه. فهي بالظبط المشكله في ايه؟ ايوه. ان احنا في فرق بين البحث عن الدي ان ايه، يعني حاجه مجهوله ونعمل عليها الفحوصات الكامله عشان نوصل الى نتيجه في بحث مجهول. وفرق بين نكون نعمل مقارنه ما بين شخص مشتبه فيه أو واضح ملامحه وعايزين نتأكد منه، فإن ده اسمه فحص تأكيدي. الفحص التأكيدي ده بياخد وقت قليل جدا، ياخد بضعة ساعات أو عدة ساعات قليلة. ليه؟ لأن هو كل حاجة تبقى مش هيعمل بقى إيه بحث عمومي فيها. ده اللي حصل في حالة الإرهابي اللي فجر نفسه. يعني لو نلاحظ في الحالة دي، الصور نزل في الجرنان النهارده. ايوه فندم. او اللي هي كانت على النت امبارح، في اللي هي الراس والطرفين السفليين وبعض اجزاء من الجسم متهتك خالص. ايوه فندم. ملامح الوجه بالرغم من الاصابه اللي موجوده لكن واضحه، الفك السفلي ملامحه واضحه، وفي جنبه صورتين منهم الصوره حتى اللي هي بعيده شويه مدينا تقارب في الشكل حوالي 95% انه هو. يعني عشان ما نقولش 100% يعني مركز 100% وهو مصاب، لا. ايوه. التقارب واصل ل 95%. تمام. مع السن بتاعه مع كل الحاجات دي كلها هنا قربت الى شخصيه هذا الشخص. بيتعمل بقى ان هو الفحص دي ان ايه فحص سريع اللي هو تاكد من الشخصيه. ما ناخدش بقى الوقت بتاع الفحوصات العاديه. أيوة. اللي هي بتاخد بقى عده اللي هي النسب او الحاجات دي. عشان كده ممكن جدا. بالاضافه ان طبعا ال 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 المكان الباتر من مكان من اسفل العنق او من اعلى العنق ومن عند الوجه مش مشوهه كتير في الوجه. أيوه. هي جايه عند الفك السفلي فقط. ايوه فهمت. والاصابات اللي فيه اللي باينه دي باينه ان هي نتيجه وجود جسم متفجر كان في المنطقه الوسطى من جسمه. ايوه. بحيث ان هو عمل تلف كامل لمنطقة من العنق والصدر والبطن والحوض والفخذين. أيوه. المتبقي شبه كاملين اللي هي الوجه والرأس الرأس والوجه بملامح واضحة مع الساقين والإيه وحتى لابس شرابات فيهم سودة شرابات فيهم. أيوه. إن هو بيبقى اسمه عمل فحص للمقارنة أو المضاهرة أو للتأكيد تأكد منه. طب هم قالوا حضرتك بعد اذن حضرتك هم عملوا تطابق مع الاهل كمان اهله. طب ما دي زياده كمان في التاكيد، زياده في التاكيد. لكن هو ممكن عندهم اصلا هم عينه منه او حاجه من السابق او عندهم الفحص بتاعه سابق. لانه معظم الناس اللي بتقبض عليهم في بعض قضايا الارهاب دلوقتي بتعمل لهم دي ان بتتشال في المعامل. يعني ممكن نقول ان الارهابي ده لما اتقبض عليه في 2014 خدوا الدي ان ايه فده اللي سهل العمليه شويه. بيتاخد منهم اوقات مظاهره عشان لو اي حاجه او حاجه. انا بشكرك جدا يا دكتور، لان الناس كتير متشككه في الحكايه دي. انا بقولها بصراحه، واضح الملامح والشكل بتاعه وحتى شكل التمزقات الموجوده فيه. ايوه. تنطبق مع وجود المتفجرات في المنطقه الوسطى. ايوه. فانا كنت عملت زمان من التسعينات عملت قضيه بتاع التفجير، محاوله تفجير او اغتيال الوزير حسن الألف برضه. كان حاجة قريبة من هذا الكلام. أيوة. وبرضه المنطقة الوسطى منه هي اللي كانت ضاعت أو تفتتت والأجزاء الباقية كانت أجزاء كبيرة. وكان برضه الوجه بيبقى واضح. فهنا ده اسمه عملية تأكيد للشخصية. عشان يبقى إيه عملنا كل أو اتعملت كل الإجراءات الفنية اللي ما حدش يقدر يشكك فيها بعد كده. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، واسفين على ازعاج حضرتك، بس انا كان لازم، انا يعني كنت متضايقه جدا من امبارح من كلام بعض الناس حتى المقربين ليا انهم يعني بيقول لك ازاي التحليل دي ان ايه يطلع في. على فكره الناس مش عارفه حاجه.
في الناس مش عارفه ان احنا عملنا دي ان ايه من 95 96، يعني احنا من الدول القديمه في الدي ان ايه. وعندنا كان في مصلحه الطب الشرعي انشانا الدي ان ايه من سنه 96. ايوه فهمت. طبعا مع التطورات بتاعته وسرعه الانجازات بتاعته دي بتدي خبره كبيره قوي. طبعا الادله الجينيه برضو عندها قسم للايه للادله للبصمه الجينيه. ايوه فيعني الخبره فيها خبره كبيره جدا، والتنوع القضايا بتقدر تديهم يعني سرعه الاجراءات اكثر من الاول من زمان. طبعا طبعا بنشكرك جدا جدا يا دكتور. بنشكر حضرتك جدا جدا جدا. انا كده اهو يا جماعه ادي متخصص اتكلم وشرح الموضوع وقال لنا الحقيقه، فما فيش داعي بقى ان احنا نقعد نهري كتير ونقول ازاي في يوم في ساعات مش في يوم. الحمد لله خلاص كده بقينا كلنا خبراء حتى في الطب الشرعي، يعني حتى مندخل مناخيرنا في تحاليل ونقول ده ينفع لا ده ما ينفعش. يا جماعه اهدوا على نفسكم شويه، مش كده مش التشكك ده ما يوصلش للدرجات دي. والله ده انا امبارح قاعده في وسط ناس يعني بيتكلموا، انا قاعده مع بروفيسورات بيتكلموا، فانا ما اتكلمتش، قلت لهم والله انا ما اعرفش لكن هسال. سالت الصبح ودلوقتي الدكتور كان معانا على التليفون ووضح لنا الحكايه، فانا كده ارتحت، انا كده بقى اقدر ادخل فيهم بقلب جامد.